من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا صحفية خولة الخالدي. خولة أهلا بك من جديد، آخر التطورات والمستجدات لديك في موضوع الاشتباكات، القصف أين يتركز وأيضا المستشفيات؟ في البداية ننوه بأنه منذ قليل كان هناك استهداف في منطقة مخيم البريج والذي استهدف سوق شعبي في تلك المنطقة ووصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذه المنطقة والتي شهدت هدوءا نسبيا في اليومين الماضيين نتيجة لتكثيف الغارات الإسرائيلية في مناطق محافظة غزة ومحافظة الشمال. هذه الغارات الآن تستعيد حيويتها بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولكن بنسبة ضعيفة بالمقارنة بذي قبل. الآن فيما يتعلق بمحافظة غزة ومحافظة الشمال هناك اشتباكات حسب شهود العيان هي مستمرة حتى هذه اللحظة تحديدا في محيط مستشفى القدس في حيثل الهوى بالإضافة إلى محيط مجمع الشفاء الطبي والذي يعاني من أوضاع إنسانية وصحية صعبة للغاية هذه الظروف تتعلق باحتجاز الآلاف من المواطنين والمصابين والكوادر الطبية داخل أروقة هذه المستشفيات بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الوفيات من حين إلى آخر نتيجة لتوقف التيار الكهربائي وإمدادات الأكسجين المختلفة. هذه النداءات تتعلق بأعداد المصابين والذين فعليا يلقون حتفهم خلال الساعات المستمرة لهذا الحصار المطلق على مجمع الشفاء الطبي بالإضافة إلى أن هذه الجثامين الملقاة في أروقة المستشفى بالإضافة إلى باحاتها تؤثر على حياة الأحياء الموجودين في هذا المجمع بشكل واضح نتيجة للروائح والأوبئة التي تنتشر لهذه الجثامين والتي لم يتم التعامل معها بطريقة سليمة وصحية بعملية الدفن الرسمي وعملية التشييع الرسمي لهذه الجثامين. الآن لا يمكن للطواقم الطبية التعامل لا مع الإصابات ولا حتى مع الجثامين نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل واضح، لا ثلاجات للموتى، فبالتالي هناك هناك استمرارية في هذه الأزمة، هناك استهدافات مباشرة لأبنية ومباني وأقسام مجمع الشفاء الطبي، فبالتالي هناك ارتفاع أيضا في الإصابات في صفوف المواطنين النازحين الموجودين في أروقة مجمع الشفاء الطبي، ولا تتمكن الأجهزة الطبية والكوادر الطبية التعامل معها نتيجة لانعدام المقومات والمستلزمات الطبية بشكل واضح، فبالتالي هناك موت بطيء لهذه العائلات، وهناك تهديد لحياة الكوادر الطبية مع نقص الماء والغذاء الغير متوفر حتى هذه اللحظة في أروقة مجمع الشفاء الطبي، والأمر أيضا ينطبق على مستشفى القدس التي تعاني من ذات الحصار ومع تكثيف الطلقات النارية والاستهدافات بشكل مباشر لجميع نواحي هذا المستشفى.